السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الدراسة في كلية الطب البيطري صعبة؟ وليه دايماً بيتردد في مواقع كتير إن كلية الطب البيطري صعبة؟ وصعبة إزاي يعني؟ النجاح صعب قوي؟ ولا مواد مش مفهومة؟ ولا الداتا المطلب بها الطلبة كبيرة قوي؟ طبعاً عايز تفهم كطالب جديد إيه وجه الصعوبة في الكلية اللي انت هتلتحق بيها. فأنا النهاردة هوضح لك الصورة بالظبط، وهرد على كل التساؤلات اللي بتدور في دماغك. هقولك حاجة، أنا كأم وكطبيبة بيطرية بصراحة دراسة الطب البيطري مش أصعب من KG1، مع اختلاف طبعا قدرتك الاستيعابية. إزاي يعني؟ أنا هوضح لك. هل أنت عارف المجهود اللي أنت بذلته ووالدتك بذلته والمدرسة بذلوه معاك علشان بس تحفظ الحروف الهجائية أو الأرقام أو تتعلم القراية والكتابة؟ ده انت كل يوم ألف أسد بطة تفاحة وجلاد أحمر وجلاد أصفر، ورايح الحضانة جاي من الحضانة، راكب الباص وجاي من الباص، ودروس وماما قاعدة معاك كل يوم. تعالى بقى شوف اللي بيحصل في الكلية. الطلبة داخلين كلية الطب البيطري نصهم زعلان ومحبط انه دخل طب بيطري مش طب بشري، وشوية طلبة تانيين داخلين الكلية معتقدين انهم هيستريحوا أخيرا من تعب الثانوية العامة. طبعا ده غلطان جدا جدا، لانك اصبحت دكتور وفي ايدك حياة روح، الروح دي صاحبها متعلق بيها جدا وبيحبها جدا ومستعد يعمل اي حاجة علشانها. فمش حياة الانسان بس اللي غالية، في ناس بتدفع كل ما تملك عشان انقاذ روح قطة او كلب او خيل محبب ليهم. في طلبة كمان بيدخلوا كلية الطب البيطري بيحسبوا انهم زي اخواتهم او قرايبهم اللي في الكليات الادبية اللي بيذاكروا قبل الامتحان باسبوع وينجحوا واحتمال يجيبوا تقدير. فانت لو عملت كده موعدكش انك ممكن اصلا تنجح. وفي طلبة معتقدة انها في طب بيطري يعني مش في طب بشري ولا صيدلة ولا طب اسنان، فليه يعني تشد نفسها؟ طبعا انت غلطان جدا. هقولك بقى ليه دراسة الطب البيطري صعبة. في طب بشري الطلبة بتدرس فصيلين فقط، الميل والفيميل، لكن احنا هنا في طب بيطري بناخد الهورس كستاندرد، وبعد كل جزئية بتلاقي كومباراتيف بين معظم الحيوانات. ازاي يعني؟ زي مثلا انت بتذاكر مادة زي الاناتومي، فالدكتور في المشرحة هيشرح لك مثلا الاسكابولا، دي عظمة لوح الكتف الخاصة بالحصان. بعد ما يخلص شرح عليها هتلاقي بيطلع لك الاسكابولا بتاع الجمل والبيج والدج والكات والشيب، ويبدأ يعرفك ايه الفرق بين عظمة الاسكابولا الخاصة بالحصان وعظمة الاسكابولا الخاصة بكل حيوان من الحيوانات دي. وده اللي بيحصل دايما، لانك لازم تتخرج عندك دراية بكل الحيوانات. طب البيطري مفهوش تخصص، انت بينك وبين نفسك اللي بتختار تخصص او اتنين تكون شايف ان دول اللي انت ممكن تبدع فيهم وتبقى احسن حد فيهم، وتبدأ تشتغل على نفسك وتتقنهم كويس جدا وتتدرب عليهم. فدراسة الطب البيطري ممتعة جدا للي عاوز يشوفها ممتعة، وصعبة جدا للي عقله رافضها وداخلها غصب عنه. بأكد ان الدراسة في طب بيطري زي اي حاجة بتدرسها لأول مرة، في الأول اي حاجة بتكون صعبة، لكن لو حاولت تحفظها او تفهمها مع التكرار وإعادة المحاولة كل حاجة بتصبح سهلة جدا جدا ومفهومة. وطبعا التكرار بيعلم ايه؟ بيعلم الشطار. انا هوضح لك اكتر واكتر. المشكلة كلها بتكون في الترم الاول في كلية الطب البيطري. انت غالبا مش خريج مدارس لغات، مستواك في الانجليش مش احلى حاجة، فانت بتحضر المحاضرات والسكاشن بتلاقي الدكاترة كلهم بدون استثناء بيتكلموا انجليش. بعض المصطلحات بتبقى باللاتيني، تقولش انت جاي لهم مثلا من جامعة اكسفورد. هنا طلبة بتستسلم من اول اسبوع ويقولوا لا الدراسة صعبة هنا في طب بيطري وانا هحول، وفعلا في نسبة بتحول في الترم الاول، وكمان في نسبة بتحول في الترم الثاني، وبيضيع عليهم السنة يعني. لكن في طلبة كتير طبعا ما يعرفوش حاجة اسمها الاستسلام، بيحبوا يخوضوا التجارب الصعبة ما لهمش في الطريق السهلة. كل مادة من المواد بيكون لها طريقة مختلفة تماما عن المادة التانية في المذاكرة، وبيساعدك جدا سؤالك للطلبة الأكبر منك سنا. وبيكون في الترم الأول مثلا الأناتومي التشريح هي المادة الكينج، المادة الرئيسية المسيطرة على معظم وقتك وتفكيرك ومذاكرتك،
مادة مهمة وشيقة جدا، يعني هي أساس الطب البيطري والطب البشري كمان، وأنا شرحها هنا في القناة بالتفصيل وعلى قناتنا التانية قناة يوميات محمد وأمنية، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن وفي التعليق المثبت، مترجمة لك في الأناتومي كل كلمة، موضحة لك كل حاجة بصورة توضيحية، كل فيديو متعوب عليه جدا جدا، طلبة كتير الحمد لله جابوا امتياز بفضل الله ثم بفضل تعبهم ومتابعتهم باستمرار للفيديوهات اللي كنت بنزلها عن الأناتومي الخاصة بالفرقة الأولى والتانية. في الترم الأول بيكون في مهم مع الأناتومي، لكن بيجي في المرتبة التانية من حيث الأهمية. هتلاقي الهيستولوجي، في جامعات بتاخد هيستولوجي، في جامعات تانية بتبدأ بالفسيولوجي، وباقي المواد بتكون سهلة. هتلاقي مثلا وراثة، إحصاء، كيمياء، الفيزياء الحيوي، كمبيوتر، لغة، حاجات سهلة مش هتاخد منك لوقت ولا مذاكرة زي ما الأناتومي هياخد منك. في مواد بيكون أفضل شيء إنك تحضر المحاضرة، ترجع البيت تبيض المحاضرة. وفي طلبة بيسألوا يعني إيه أبيض المحاضرة؟ يعني أنت بعد حضورك للمحاضرة ترجع البيت تقارن اللي الدكتور قاله في المحاضرة بالداتا اللي معاك اللي في الكتاب، وتبدأ أنت بإيدك تكتب ملخص اللي الدكتور قاله في المحاضرة فقط، وتستبعد أي حاجة الدكتور استبعدها في المحاضرة، وتعمل هايلايت على أي جزئية الدكتور أشار ليها في المحاضرة أو السكشن إنها مهمة، وده بيكون أفضل سورس على الإطلاق تذاكر منه محاضرة متبيضة بخط إيدك، خط إيدك أنت، أنت اللي ملخص المحاضرة بعد حضورك للمحاضرة. في طلبة ممتازين جدا وأسوياء نفسيا، بعد ما بيلخصوا ويبيضوا المحاضرات تلاقيهم بينزلوا على جروب الدفعة أو في أي مكان يعني بيدوها لزمايلهم، لكن غالبا اللي عمل التلخيص بإيده هو اللي بيجيب التقدير، مش اللي أخده بشكل جاهز وشكل نهائي. لكن الملخصات دي بتكون وسيلة كويسة جدا لنجاح الطلبة، وخصوصا اللي مش بيحبوا يحضروا المحاضرات. لكن في مواد هتلاقي الطلبة الأكبر منك بينصحوك بالمذاكرة مثلا من الكتاب وإنه أفضل مصدر تذاكر منه. في مواد تانية هتلاقي الطلبة بيقولوا لك أهم حاجة حل الأسئلة، حل أسئلة السنين اللي فاتت، كل ما تحل أكتر كل ما هتجيب تقدير أكتر، مذاكرة الكتاب في المادة دي مش مهمة. طبعا أوصيكم بأسئلة السنين اللي فاتت خصوصا لو الدكتور الخاص بالمادة ما تغيرش، لأن بنيجي نشوف نلاقي أكتر من 70% من أسئلة الامتحان متكررة من أسئلة السنين اللي فاتت. اللي بيجيب تقدير في كلية الطب البيطري هو الطالب اللي معنوياته مرتفعة، مفيش إنسان محبط بيحقق أي نجاحات، خد بالك. اللي بيجيب تقدير في طب بيطري هو الطالب اللي بيحضر جميع المحاضرات والسكاشن حتى لو نسبة استيعابه في المحاضرة لا تتجاوز 5%، عارف إنه هيرجع البيت هيقرأ المحاضرة تاني ويلخص ومش هينام إلا وهو مطمن إنه استوعب كل كلمة اتقالت في المحاضرة بنسبة 100%. الطالب اللي بيجيب تقدير طالب ما بيراكمش المحاضرات، هو الطالب اللي مقدر تعب والده ووالدته والمصاريف اللي بتتصرف يوميا عشان يقف على رجله. الطالب اللي بيجيب تقدير هو الطالب اللي مش داخل الكلية يرتاح من تعب الثانوية. أتمنى أكون أفدتكم النهاردة، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم دكتورة أمنية الشامي، طبيبة بيطرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.